بنتك تعبانه هتاخد حقنه كل يوم لمده اسبوع، ادي لها فلوس عشان تاخد الحقنه، جيب لها موبايل بقى من ابو 7 كاميرات عشان ترضى تطلع ايد الدكتور من بقها، امضي لها بقى شيك على بياض عشان تبطل ما تعيطش، ما تجيب له عصير اناناس وحد يعمل له مساج بالمره. ممكن حضرتك ما تدخلش؟ هذا البرنامج برعاية ابنك على ما تربيه لا جوزك على ما تعوديه، دي مش معانا، ده نعمله في فيديو تاني. احنا في ابنك على ما تربيه دلوقتي، عشان نربي ولادنا لازم يبقى معانا العده اللي هنشتغل بيها زي ما قلت، ادوات التربيه. خدها قاعده عامه، ما دام الطفل عمل حاجه غلط يبقى اكيد ليها سبب، وعشان تعرف السبب لازم تبطل العجب، تقفل تمام، يعني لازم تتكلم معاه، نفهم، تفهم منه، هو مش نازل من بطن امه يقول شكل للبيع، يعني اكيد حصلت حاجات طلع منها التصرفات، بالتالي الحوار هو اول ادوات التربيه السليمه. كلمه كده بنديه كانك زيك زيه، لو ولادك اشقياء ومهيبرين انا عارف انه صعب، بس حاول توصل لاصل المشكله بالحوار، ومش لازم الحوار يتم في وقت المشكله، ممكن في وقت انسب، انت بقى وسنسك. حاجه كمان، المكافئات. ايه اللي بيحصل لو كافئت العيال على كل حاجه وعلى اي حاجه عمال على بطال؟ مثلا بنتك تعبانه هتاخد حقنه كل يوم لمده اسبوع، حلو، ادي لها فلوس عشان تاخد الحقنه، خدت الحقنه خلاص، حلو، جيب لها موبايل بقى من ابو 7 كاميرات عشان ترضى تطلع ايد الدكتور من بقها، افرجت عن ايد الدكتور خلاص ورجعتها له، امضي لها بقى شيك على بياض عشان تبطل الزن دي. كده ما بقتش مكافئة، كده بقت رشاوي. ما تستسلمش للزن ابدا وتهين قرشك اسهل، لا، الطريقه دي غلط. لو في حاجه هنطلع بيها من ادوات التربيه الحديثه فلازم نلغي النوتي كورنر ده خالص. يعني عقاب ابني انه يقعد على الليزي بوي لحد ما يعرف غلطه، ما تجيب له عصير اناناس وحد يعمل له مساج بالمره عشان يعرف غلطه، ما ده انا احب اعرف غلطه، ما عمره ما هيعرف. المفروض بدل العقاب ما يبقى انه قاعد في اوضه بعيد لوحده من غير ما يفهم ولا يحس اننا جنبه، اللي هو بنسميه تايم اوت. لا، تعالى لي يا ماما، خليه تايم ان، اقعد هنا، تعالى نفهم السبب، شوف ايه سبب اللي انت عملته، تعلمه بالمره ازاي يتعامل مع مشاكله، والاهم ازاي يتعامل مع مشاعره. معايشه المواقف اداه تربيه بتجيب من الاخر، انك تعمل موقف عشان تعلم ابنك حاجه او تجاوبه على سؤال كان عنده، زي مثلا ما بنعمل ساعات ايه باللعب كده، نعمل ان احنا عند الدكتور او هنقابل حد لاول مره، يلا تعالى نمثلها مع بعض، طب انا الضيف وانت اللي جاي. ممكن كمان لو ابنك مثلا مش عاجبه انك بتروح الشغل وشايفها حاجه ملهاش لازمه، خليه يجرب، لو بابا وماما ما بيشتغلوش روحوا مره السوبر ماركت مثلا، وخليه يختار كل اللي نفسه فيه ويروح عند الكاشير من غير فلوس، ساعتها طبعا الابن هيعرف ليه شغل بابا وماما مهم. احنا بقى هنلعب دلوقتي لعبه تمثيل. اوكي. اللي هي اوحش حاجه بنعملها احنا الثلاثه. طبعا. بابا هيبقى هو ابنك. أوكي. وانت هتبقى بابا. وهيحصل ايه؟ ان هي دلوقتي في المحل عايزه تشتري لعبه ومصممه على اللعبه دي وبتزن عليها. اوكي. اها. اوكي انا عايز اجيب البلاي ستيشن. شايف؟ انا عايزه دي. اتصرف بقى. بابا 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 انا عايز اللعبه دي. عندنا واحده زيها في البيت. لا بس الثانيه بينك دي سيلفر المره الجايه. ليه انت مش تجيب لي دي؟ سمحت يا استاذ عشان ده الكاشير ففي زباين ورانا، لو هتكلم ابن حضرتك. بابا لو سمحت عايز فلوس. لا معليش دعوه انا عايز اللعبه دي. اتكلمي عادي مع مامتك. طب ليه بقى؟ انا ما شفتش طفل بيتصرف كده ابدا، انا اسف. ربي ربي ما تعيطش. اشمعنى اختي بتجيب لها كل حاجه؟ طب هي بتعمل معاك ايه بقى لما بتبقى مش عايزه تشتري؟ لا يعني لا يا اياد. طيب نلعب حاجه ثانيه. اهلا 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 اهلا. ازيك حبيبي؟ ازيك؟ شوف ما شاء الله بص كبر جدا ازاي؟ ايه ده وحش قوي يا. لا 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 لا, لا أنا, انا انا اسف جدا، لا مش عايز تشوف المنظر ده. ما ينفعش كده. كلي ما ينفعش ما ينفعش. الاحراج ده عن اذنكم، انا اخش اعيط في البلكونه. انا عايز اجيب اكل من بره. ينفعش لو عاوز يعمل بيبي هنا بره في الجنينه. بص بابي قول له ان احنا هنروح باي ونجيب ساندوتش. طب نقلي بيض. انا اصل عندي مغص. طب انا لا انا عامل بقى اكل مخصوص للمغص، عامل كيكه اعشاب. لا 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 خلاص على الجنينه بقى. بابا انا مش هعمل الهوم ورك النهارده. ليه؟ عشان صباعي وجعني. انت اعمليه دلوقتي علشان لما تخلصيه تقعدي بالليل تتفرجي على التلفزيون براحتك. طب بس هو المسلسل شغال دلوقتي لو ما لحقتوش مش هعرف اتفرج عليه، هيمشي. كلام حضرتك نعم بصراحه. ممكن حضرتك ما دخلتش؟ انا اسف طبعا، انا اسف جدا، اتفضلي. اسف. هسكت خالص. معلش يا فندم انا اسف، انا بقص الزرع فسمعت الكلام، والله انا مش قصدي حاجه، انا جاركم هنا في الشاليه اللي وراكم. ايه اللي حصل؟ لا انا شفت الكوره بجوز الجزمه كسرت الازاز، بس انا ما كنتش اقصد. لا حضرتك مش عارف تربي. طب دي موضوع تاني. طب انا ماليش. لا من غير قصده. اتأسف له. تعالى اتأسف له. سوري. انا مش مشكلتي في الفلوس، لا انا اتعامل حلو. مش هخليك تاكل الكيكه بتاعتك اللي انت ما كملتهاش في البيت. مش معقول. لا مو مرفوض. سوري. يا فندم ده قرف على فكره، حضرتك اللي هو بيعمله ده مش. ما توصلش لده. يا عيني.
عايزه يعني عايزه يعمل ايه؟ طلعوا مش عينين الواد بقى باسك لك يعني عايزه يعمل لك ايه؟ أداة الاختيارات المحدودة. ابنك يحب البدايل زي عينيه، هو كده يحب يبدل اللي اخترته له وخلاص. تعمل له على الفطار بيض؟ لا انا كنت عايز جبنه. تعمل له جبنه يقول لك انا كنت عايز كورن فليكس. تعمل له جبنه وكورن فليكس وبيضه يقول لك ايه ده يا ايه اللخبطه دي ايه القلف ده. لكن السيده المضيفه اللي على الطياره بتقول لك ايه؟ تقول لك بيف اور تشيكن. خلصت. المضيفه بتربي احسن مننا، انا بنزل من الطياره متربي والله العظيم. أداة تربيه ممتازه، مع ان المضيفه ممكن يبقى عندها فيش جوه في سمك، لكن اهو انت بتختار وتاكل وتحس انك انت مالك زمان. انا اللي اخترت البيف بتاعي. اعمل كده مع ابنك بالظبط، اديله اختيارين الاثنين ما عندكش فيهم مانع ومناسبين وفي ايديك. ما انت مش الساحر مدحت برضه، يعني هتديله ست اختيارات منين؟ احنا اكيد عندنا حدود معينه، وفي نفس الوقت بالاختيارات المحدوده انت بتزقه في السكه اللي هي تناسبه واللي انت فعلا عايزه يعمل. طبعا كلنا عارفين اعظم اداه تربيه من غير مجهود. لا يا فندم مش شبشب، لا ده في مجهود، في ملخه في الدراع لانه لو فلت بيبقى مش حلوه. لكن اعظم اداه تربيه من غير مجهود الحضن. اهو ده لا محتاج ترتيب ولا محتاج تعليم، اداه تربيه بلت ان جوانا كلنا. لو ابنك متعصب اطلب منه يحضنك، هيجري اجري وراه، اطلب منه حضن، يجري تجري، زن عليه، خد حقك، دوقه من كاس الزن اللي هو بيعمله. اول ما يهدى بقى ويحضنك انتوا كده جبتوا من الاخر وبقيتوا احسن انتوا الاثنين مش هو بس. بحبك قوي. تعرف ان انا بحبك قوي. خلاص حبيبتي، انا كمان بحبك قوي 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 قد الدنيا. انت اغلى حاجه في الدنيا. تسحبنا الأيام تبعدنا وتعمل مسافات ونضيع على بعض بإيدنا أجمل أوقات. سيبك من الزحمة الكذابة وشوف مين حواليك، هتلاقي الباقي مفيش غيرهم إيدهم بإيديك. لو زادت مرة عليك شيلة افتكر انك عندك عيلة، احكي لهم عنك وبطبتك حببهم فيك. دول منك ليك هما الاولى من كل الناس بيك بوجودك بمشاعرك وبكل هذا البرنامج برعاية